السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة المرأة. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. الفيديو ديالنا اليوم مختلف، غادي نوريكم كيفاش تصلبوا الطاجين ديالكم من بعد 5 دقائق تقدروا تنصبوا فيه الطيب والماكلة ديالكم، أحسن من ديك اللي يعني تخشي في الفران يتصلب، وهذيك يصدق شي رائحة يعني كطيب 3 أو 4 مرات وهو الطاجين كيجي بديك الرائحة، العيال مكيبغيوش ياكلوه. هذا كتصلبو 5 دقائق كطيب فيه وما كيجي فيه لا رائحة ولا والو، وهنا غادي نوريكم كيفاش تصلبوه. طبعا انا ما نقول لكم جيبوا لا شيتا لا والو، لان كاين اللي ما عنده شي شيتا في الدار. غادي نعملوا عيب لاوط بحال هذا الشكل هذا، وغادي نشبرو بحال هكذا، نقيسو في الزيت نعملو بحال هاي. هاد الفكرة هادي كانت قالتها لي عمتي الله يذكرها بخير، قالت لي بلا ما تقشيه في الفران صلبو الساعة ديالو يعني 5 دقائق ولي نصف فيه ما كتجي فيه لا رائحة ولا تشحش، طيب الماكلة ديالك كتجي رائعة. كتعملو هاد العملية هادي كدوز 3 دقائق كينشف من هاد الزيت، راه كيتبدل اللون ديالو كيولي حميمان رائع، وكتولي تعاودو بنفس العملية كدوز مورا شي 3 دقائق ولا 4 دقائق كتولي طيب فيه عادي. ودابا غادي نوريكم كيفاش طيب فيه في نفس الوقت، غادي نعملو طاجين ديال اللحم بالشفرج. ودابا هذا هو اللحم ديالنا اللي غادي نردو في الطاجين اللي عاد صلبناه، وهذه هي الشرموله اللي عدلت فيها البصله والربيع قصبر ومعدنوس، فيها ملعقه كبيره غير مملوءه كل من البزار والسكينجبير والكركم والملحه، ملعقه صغيره من القرفه وشويه السمن، ونص كاس ديال الزيت. ما تعملوش الزيت بزاف، انا كنعمل زيت بلديه، ولكن ثم كل واحد والراي ديالو. واحد الملون كيبقى اختياري اللي بغى يعملو. ودابا غادي نشرمل اللحم ونعملو في الطاجين يطيب، تلاقاو من بعد. طبعا الطريقة ديالي انتم كتعرفوها، كنشرمل كل شي بيدي. دابا هذا هو اللحم اللي مشرملناه، واش غادي نعملوه على النار يطيب، نار مهيلة طبعا. غادي نزيدوه من يكون كيطيب شوية ديال الليمون مسيار، شوية ديال الزيتون ديك اللي مقطع رقيق كيعطيه واحد النكهة رائعة. هذا هو الشفرج ديالنا اللي قطعناه على 4 ونقيناه طيبناه في الماء. دابا غادي ندوزو نعملو له قوام ديالو باش يتعسل، يسمحوا لي حيت انا يد كتصور ويد كتخدم، ودي اللي كيصور لي في المدرسه. غادي نعملو ملعقه كبيره ديال القرفه، غادي نعملو 5 ملاعق ديال السكر، غادي نعملو قريصه ديال الملحه، وغادي نعملو شويه ديال الماء زهر، وغادي نعملوه على النار وما نحركوش بالملعقه، نشبرو هنا في هاد اليدين ونهزو الطنجره ونبقاو نرفعو من الاسفل للاعلى وهي عاد تحرك باش ما يتخسرناش الشفرجل ديالنا، ونرجعو مع بعض. يلا دابا هذا هو الطاجين ديالنا ديال الحيمه مخضره بالشفرجل، ها هو وجد، وبالطاجين صلبناه بعد 6 دقائق 5 دقائق ردينا فيه الماكله ديالنا، طيبنا بلا ما تدخلوه لا الفران لا والو، كتجي الرائحه ديالو طبيعيه ولذيذ وما شاهدتكم فيه. والان غنكون وصلنا لنهايه الحلقه، حتى الفيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.